دكتور طه، بعد فوز النادي الاهلي على المقاولة العرب 4 أهداف مقابل هدف واحد، اثبت كولر ان الكل يلعب المنظومه مهما كانت اسماء الافراد التي كانت متواجده في ارضيه الميدان. تمام بالظبط، يعني هو طريقه اللعب واحده ما بتتغيرش، انما الافراد بتتغير لكن بيأدوا بنفس الشكل. هو النهارده عمل تشكيله، يمكن احنا برضو كنا منبهين من الاول ان هو مش هيريح الفرقه كلها، لكن هو النهارده لعب المهاجمين الاساسيين ونص الملعب ديانج، والباقيين لعبوا في الديفنس وبتاع جدد يعني، او مش هم الاساسيين. فهو عمل التوليفه اللي عطى فيها فرص للعيبه اللي ما بتلعبش كل خط الدفاع، وبرده في نص الملعب سواء محمد فخري او نبيل كوكا، وعطى الاساسيين كلهم قدام بالتغييرات اللي عملها، نزل كل المهاجمين اللي عنده. فهو حافظ على ايقاع الفريق بشكل او باخر. ايقاع الفريق يعني ايه؟ يعني النادي الاهلي بيلعب للفوز، ولذلك هو في تفكيره زي ما قلنا من الاول انه عايز يعمل ريكورد، فعشان كده مش عايز يلعب بفريق ناشئين فقط بحيث يخسر هذه الميزه. نمره 2، مش عايز برضو يقعد كل الفريق الاساسي، لان هو قدامه بعد الاربع مباريات اللي ما تنتهي قدامه مباريات كاس مع الداخليه ثم مع المصري، فلازم هيبقى عايز اللعيبه زي ما هي فيت برضو بشكل او باخر، بس بيديها نوع من الريكفري، مجموعة بتشتغل مجموعة بتستريح مجموعة بتشتغل مجموعة بتستريح. فبالطريقة ديت بيخلي قوام الفريق والإيقاع اللي بيلعب بالفريق زي ما هو ما بيتغيرش. فعشان كده لما شفنا النهاردة شفنا نفس العملية، يعني ديانج برضو اشتغل قدام في بعض الوقت في السلو الأولاني، واشتغل قدام كمهاجم مسجل هدف، وبعدين شفنا بقى في نص الملعب نبيل كوكا لعب شيء عظيم جدا، ويمكن ده فكرني برضو بمروان، يعني زي مروان عطية نفس الأداء، بيعمل سبورت الباك يمين معاه كورة بيستلم منه بشباك شمال، بيدير النقل في نص الملعب بذكاء بشكل كويس جدا، وعنده المجهود اللي ساعده لهذا، بيستلم من الجول كيبر في بعض الأحيان، حاول ان هو يسدد في الشوط الأولاني يمكن بس ما زبطتش معاه لأنه عمل مجهود كبير جدا. فأنا شايف ان هو عطى كل الناس، وفي نفس الوقت حافظ على إيقاع الفريق وقوته اللي ما تنحدرش، بحيث ان هو النهاردة عمل فوز كبير جدا مع نادي المقاولين العرب، اللي عمل مباراة كبيرة نادي المقاولين العرب، وعنده مباراة تكتيكية وعنده عناصر جيدة جدا والأطوال اللي موجودة في الدفاع، وقدر يسجل جول من الكرات العالية اللي اتعملت، وفي نفس الوقت عنده شراسة في ناحية الهجومية سواء محمد سالم أو جون أوكلي أو عمر سافيولا، وفي نص الملعب عنده لعيبة جيدين جدا. فالمباراة كانت تنافسية بشكل كبير جدا، ودي يمكن من المكاسب الكبيرة للمقاولين العرب، إنه المكاسب الكبيرة للنادي الأهلي إنه لأن لسه قدامه حافظ على إيقاع الفريق والنتائج، إنه هو ما خسرش وأدى بالعكس سجل 4 أجوال. نمرة 2، إدى فرص لبعض اللاعبين وأثبت وجودهم بشكل كويس. نمرة 3، إنه هو برضو المهاجمين بدلهم ولاعبهم كلهم سواء طاهر لعب، محمد بنجي أفشا، محمد شريف، كهربا، كل الناس لعبت، عبد القادر، كل الناس لعبت. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا قهوة الخواجة. دايما بنقول بتشجع كورة ولا بتشجع نادي؟ أكيد بتشجع كورة، والخواجة معجون كورة. تحليل رائع من الدكتور طه إسماعيل على فوز النادي الأهلي على المقاولين، وطه إسماعيل يتغنى بمارسيل كولر. كولر مدرب بيعرف كويس قوي هو عايز ايه من كل مباراة. في مباراة بيديرها مارسيل كولر اللقطة بلقطتها، وفي كولر باصص لأبعد مما تتخيل. كولر مع النادي الأهلي باصص لأبعد مما تتخيل، يعني هو النهاردة ضرب عصفورين بحجر، محضر الفرقة وحافظ على قوام الفرقة ومريح الفرقة، بيستعد لبطولة وبيحتفل ببطولة، سيطر على أوضة اللبس، وفي نفس الوقت بيلاعب اللعيبة اللي يعني النهاردة واحد زي علي معلول مريحه، واحد زي حسين الشحات مريحه، كهربا بيديله آخر 10 دقايق، بيشغل محمد مجدي قفشة، محمد شريف عارف إن هو جايب هدف في ماتش القمة النهاردة بيديله تاني وجاب هدف تاني، والنهاردة طاهر محمد طاهر بيحرز هدفين. وفي لقطة لو انت خدت بالك منها بتعرف قوة وشخصية النادي الاهلي وقوة وشخصية مارسيل كولر. ضربة الجزاء لما كانت كهربا مسك الكورة ما انفعلش، خد مسك الكورة وبص على اللاين، على خط اللاين، وقال له يا كابتن مارسيل كولر مين يلعب؟ قال له طاهر محمد طاهر.
تحس ان كهربا ما كترش في الكلام، ادى الكوره لطاهر محمد طاهر وقال له اتفضل يا كابتن احرز الهدف الثاني ليه في مباراه. الكلام ده مع لعيب زي كهربا تعرف ان هو في قوه شخصيه، الكلام ده مع لعيب زي كهربا تعرف ان النادي الاهلي بيعرف ازاي يروض النجوم، ومارسيل كولر بيعرف ازاي يحافظ على اوضه اللبس. كمان من ضمن المكاسب هو ما عملش روتيشن، هو قال لك عايز اركح، ما هو كان ممكن يعمل زي الموسم اللي فات، ريح لي بقى الفرقه دي كلها، كل الفرقه كلها تاخد اسبوعين، او كل الفرقه كلها تاخد اسبوع اجازه ونبدا بقى نشوف الناس. وهو مارسيل كولر اصلا ممكن ياخد بعضه ويطلع على سويسرا، لكن مش كده، هو ريح لعيبه وبرده بيكسب، ريح لعيبه وبيحافظ على اسمه وتاريخ النادي الاهلي. مارسيل كولر عارف كويس قوي هو بيعمل ايه. في حاجة في الكرة اسمها اللقطة بلقطتها، وفي حاجة في الكرة اسمها الحفاظ على المستوى الثابت وكسر الأرقام القياسية لما هو قادم من بطولات. مارسيل كولر صائد البطولات، تحليل الدكتور طه اسماعيل على فوز الأهلي على المقاولين برباعية كلاكيت تاني مرة نفس النتيجة. حبيبي يا خوانك.